فضيلة الشيخ، ما حكم المسرحيات والتمثيليات لغرض الدعوة أو للترفيه؟ إذا كانت هذه التمثيليات لا تتضمن محرمة فلا أرى فيها بأس. ومعنى لا تضمن محرما يعني ليس فيها تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة وليس فيها كذب، وإنما هي ضرب مثل بالفعل فلا بأس به، ولا يعد هذا من الأشياء المحرمة لأنه كذب، فإن الإنسان لا يريد أن يتحدث بالشيء على أنه واقع ولكن يريد أن يضرب مثلا لصورة معينة تكون غير مناسبة، وكل واحد من الناس يعلم أن هذا الرجل ليس هو الممثل به حتى نقول أنه كذب، أن نعلم منه فلان ومن فلان وليس مثل الرجل الذي طلق امرأته بغضب أو ضرب أولاده ضربا مبرحا أو ما أشبه ذلك.